فبالتالي بتكلم ان انا هي كلها نوايا وكلها ماشيه مع بعضها. عاوز برودكتيفيتي يبقى لازم تستثمر اكتر في التعليم، تستثمر اكتر في التدريب وفي التاهيل، وتخصص موارد اكتر. عشان يبقى في موارد اكتر لازم الاقتصاد يتحرك ويولد موارد اكتر. والنقطه المهمه ان يكون ده مقابل مع معدلات النمو السكاني، لانه لو عمل النهارده معدل النمو السكاني ماشي بالسرعه دي وانا مش قادر اعمل نمو اقتصادي يلحقه، فبالتالي معدلات الفقر هتزيد. فهي صحيح احنا بنعيش فتره من الفترات الصعبه نتيجه لي زي ما معالي الوزيره قالت اجراءات اقتصاديه كثيره ما حدش عاوز يتعامل معاها وما حدش قادر ان هو يواجه بيها، ولكن في وقت ما كانش هناك بدائل واضطريت تاخد الاجراءات. الاجراءات كانت مؤلمه سابت اثارها، لكن الاصلاحات دي برضه زي ما العرض بين بتنبه بانه نقدر ان احنا على المدى المتوسط والطويل نقوم ونحقق معدلات نمو تستطيع انها تعوض عن اللي حصل، تعوض عن الاثار، سواء بنتكلم عن فترات عجز طويله ادت الى سلل كبير، ادت الى تضخم، ادت الى ضعف الجنيه المصري، ادت الى نقص الاحتياطيات. فبدات اعمل اصلاحات عشان وامشي على المسار الاقتصادي السليم. بقيت انا بقول ودي نقطه يعني ممكن اسال فيها البروفيسور فرانشيسكو، انه هو قال العرض بتاعه خلي الايراد الجاري يمول المصروف الجاري وسيب الاستثمارات تمولها السلف او الدين. يعني احنا هنا في مصر المفهوم الشائع عندنا ان انا بقول انه العجز الاولي، العجز الاولي معناه ان انا ايراداتي الجاريه هتمول نفقاتي الجاريه بما فيها الاستثمارات، ولما اجيب العجز الكلي بضيف فوائد خدمه الدين عشان تديني العجز الكلي. فالديفينيشن هنا بالنسبه لي مختلف عن اللي موجود، ولكن احنا لما نبص على الوزن ال 17 18 هتلاقينا المستهدفين انه مصاريفنا الجاريه بما فيها الاستثمار المالي السادس نقيم من ايراداتنا الجاريه، ده استبدال، بحيث ان انا خدمه الدين فقط هي دي اللي انا هي اللي همولها في السلف، لكن ممكن يبقى عندي فائض اولي، بحيث ان يساهم ايضا في توفير جزء من خدمه الدين. لو مشينا على كده وبدانا تدريجيا خلال عده سنوات، معنى كده ان انا تدريجيا بقلل ما يخصص من موارد الدوله لخدمه الدين وبعيد توجيهه مره لصالح التنميه البشريه ولصالح زياده الاستثمارات العامه. احنا مصر حاليا في فرصه كويسه جدا، انا بعتقد انها متاحه لاننا كلنا نصنع القرار، لانه زي ما معالي الوزيره قالت احنا واحنا بنعد الموازنه عندنا اولويات كثيره جدا وعندنا حاجات كثيره جدا، الصحه عاوزه والتعليم عاوز وخدمه الدين والتزامات الدوله عاوزه والدعم عاوز والامور عاوزه والمعاشات عاوزه والامن القومي عاوز، كل الكلام ده قدامنا. يعني لما اجي اقول ان انا السنه دي طلع بالوزنه 1.2 تريليون، لو انا بستجيب لكل الطلبات ممكن تبقى 2.5 تريليون، ولكن انت ما عندكش موارد، ما انت بتشوف هي الموارد اللي ممكن تيجي قد ايه. فانا عشان كده بقول انه في فرصه لينا كمجتمع مصري ولا يستطيع حتى ان ينفرد بهذا اللي ده مستقبل البلد، ان احنا نحدد الفتره اللي جايه مش كده، ولكن ان انا اكون امين فيه وعارفه ان الاصلاحات اللي تمت خلال الفتره الماضيه برغم الامها الشديده وبرغم اثارها السلبيه الشديده وبرغم انها ساهمت الى ان تزيد معدلات الفقر، ولكنها مهمه جدا لاصلاح الوضع للبلد وسيكون لها نتائج ايجابيه. بقولها وانا مطمئن وانا يعني منصب ده ممكن يكون ما بقاش موجود فيه، لكني قدام الصوره كامله قدام المنصب كامل بدات تجيب اثارها الايجابيه، وبدانا احنا ما كنا ممكن نضخ 85 مليار جنيه للحمايه الاجتماعيه لولا ان انا كنت بدات احصل شويه. وبعض الناس يقول لك يعني ايه 85 مليار جنيه؟ انا هقول لك حاجه واحده بس، الجنيه كله ما
خط التموين ل 71 مليون على خط التموين معناه 71 مليون جنيه في الشهر، تضربه في 12 شهر الجنيه يعمل بالظبط 850 مليون الجنيه. لما انا القياده السياسيه قررت انها تطلع من فرض من 21 جنيه الى 50 جنيه يعني فرض زاد 29 جنيه، لما تضربه في 850 مليون بالسنه يديلك ما يقترب من 25 مليار جنيه. حولتهم للناس وقلت له خد اتفضل اشتري. لو انا بعمل مقارنه وقلت له ما انا فيها بقول انا قبل الثوره سوري انا قبل الاصلاح كنت ببعت للفرد الواطن 15 جنيه، كان بيجيب كيلو رز ب 5 جنيه وكيلو سكر ب 5 جنيه وما كيلو سير ب 8 جنيه ما كانش يكمل بس يدفع 3 جنيه. انا النهارده بعت له 50 جنيه بيجيب كيلو السكر ب 9 جنيه ونص، بيجيب كيلو الرز مثلا ب 7 جنيه ونص ب 17 وكيلو سير ب 16 يبقى 33 وفايت معاه 17 ممكن يجيب لي حاجه ثانيه. فانا عملت حاجه اطلقت تكافل وكرامه. تكافل الكرامه من سنتين كان زيرو، من سنتين كان زيرو، السنه دي هنضخ فيه 8 مليار جنيه او يمكن كمان بعد الزيادات اللي جت 2 مليار زياده يعني 10 بالاضافه الى كان عندي دوام 7 او 17 هنحط معاه للمعاشات زياده 63.5 مليار. انا بدي صور وامثله ازاي الاصلاح الاقتصادي اللي ممكن ان هو يمكن زياده في الحمايه الاجتماعيه وفي التعامل مع الفقر. طبعا احنا نعاني تدريجيا في الاستثمار في الصحه والتعليم لان عندي فوارق كنت بتبني، زودت ايراداتي في الدوله، قللت من العجزها، قللت من السلف، قللت من الفوائد، موارد الدوله اللي بتروح سد الفوائد وصلت ايه؟ يبقى نبدا نتحرك في تحسين احوال الناس، بدون كده صراحه احنا بنضحك على الناس والناس ممكن تزداد فقر لانك بقالك انك حسبنا بس مقدار العجز اللي تم خلال السبع سنوات الماضيه لقينا ان احنا اجمالي العجز اللي تم اللي استلفناه هو 2 تريليون عشان اسدد بس العجز اللي موجود في الموازنه كل سنه. انا مش عاوز اضيف اكتر من كده لان انا بقول كثير من النقاط اللي هي يعني موجوده في البرزنتيشن يمكن بتأدرس او بتتعامل مع الواقع المصري النهارده استفدت كتير فيها. يمكن هو السؤال الوحيد اللي انا بطرحه للبروفيسور فرانشيسكو هو عمليه الديفينيشن او التعريف الخاص ب العكس الاولي والعكس الثانوي لان مفهوم حسبت زميلي قاعد جنبي بعت برزنتيشن قلت له لازم تبعتها لي لانه وي هاف تو دو كل الايه
تشيل كل المضمون ده، حتى لو كانت الدراسات الجديدة اللي عملت أثر الكرايسيس على الكابيتال أكيوميليشن وعلى البوتنشال جروث ده، يعني في كتير من أيام الفاينانشال كرايسيس بتاعة 2008 والشغل بتاع الإمبارك، فالسمن مشابه اللي حصل. أنا عندي مشكلة في فهم ما تقصده بالستركشر الفلوس، لأنه ده هيبقى محوري. إحنا الدكتورة هالة في البداية قالت إنه إحنا بنتكلم عن إصلاحات، فالإصلاحات إما إنها تكون إصلاحات اقتصادية كلية، سياسات الماكرو إيكونوميكس والهيكلية والإدارية أو مؤسسية سلاش مؤسسية. في الماكرو بنتكلم على مالي ونقدي وسعر صرف، وده اللي عملته مصر، وده اللي عادة الصندوق النقد الدولي بيهتم بيه، وعادة بيصاحبه فكرة خلق أنشطة وهدم أنشطة، وفي حالات ضعف الاقتصاد وعدم مواكبة الإصلاح الهيكلي ليه الديستركشن بتبقى سريعة، الكريشن لاجن بيهايند، وبالتالي بيحصل اللي احنا بنشوفه ان ممكن يبقى فيه القطاع الخاص مش مرتاح. وعلشان كده الاي ام اف عمل في 2012 اظن 13 ابتدى يتوجه لفكره موفينج فروم ستابيليتي فيرست تو ستابيليتي بلس، انه ما نركزش فقط على فكره الاستقرار النقدي والثبات الاستقرار الاقتصادي، ولكن انا بتكلم على معدلات نمو وعلى ثلاث فرص عمل، ده اللي كل حاجه اتقالت في البدايه. فبعتقد انه احنا عندنا مشكله، او هذه هي الادراك والشعور العام، انه التركيز هو على الاصلاح الماكرو اقتصادي، الاصلاح عكس الموازنه العامه، وانه الاصلاحات اللي بتتم الهيكليه من وجهه نظرنا مش ماشيه مواجبه ليها عشان تقدر تحقق المعدلات. حضرتك قلت انه الهيكلي اللي احنا عارفينه اما انه تعمل اصلاح للاسعار، وفي النهايه اصلاح الاسعار حاجتين، يا اما اصلاح اسعار عشان نصلح منظومه الدعم المنتشره، وبيبقى في النهايه الحقيقه هدفك حقيقي هو اصلاح الماليه العامه، او انك تعمل اصلاح ساري بانه تاصل المنافسه، انه يبقى في منافسه في السوق. السؤال هل تم اتخاذ ما يلزم من الاجراءات لتعزيز المنافسه في السوق المصري وتعزيز قدرات القطاع الخاص؟ ده سؤال. الخصخصه ده الجزء الثاني اللي نعرفه من الاصلاح الهيكلي. في الحاله برضه الخصخصه عاده في برامج الاصلاح بتتم علشان نبيع اسيتس ونحول الفلوس لصحح الموازنه العامه، لكن هي هدفها الاساسي انه خصخصه، يعني قطاع خاص دوره اكبر من الدوله. ولانه القطاع الخاص لظروف كثيره متواطئ في الحاله المصريه، اضطرت الدوله ان هي اللي بتغش دلوقتي، وبالتالي اصبح عندي شكل الاصلاحات الهيكليه مش هيظبط في الهدف الطويل الاجل اللي حضرتك بتقول عنه. وده اللي لازم احنا نبص على التباطؤ في هذا المحور، واضح للاقتصاديين، ربما تقدر الحكومه توضح لنا احنا مش واخدين بالنا ايه الحتت اللي بتتم دي. فالحاجه الثانيه هي انه سوق، لما بتتكلم على انه لازم نركز اكتر على سوق العمل من البرودكت، وانا بس بقول بيتهيألي انه البرودكت ماركت اصلا محتاج اصلاح، مش انه تفوكس على ده راجل. الحاله المصريه الاثنين بيتهيألي احنا محتاجين الاثنين، سوق العمل وسوق البرودكت. النمو ال 5% دكتور هاله قالتنا احنا عايزين، احنا لسه ما درسناهوش، وده تقصير بصراحه الكوميونتي بتاعت الاقتصاديين في مصر، احنا لسه ما درسناش اذا كان هذا النمو 5% ده نتيجه انه الفتره المقارنه كانت قليله، ولا لانه هو ايه القوه الدافعه؟ ما نعرفش. لو القطاع الدافع هيكون قطاع البترول والغاز هنبقى يعني مش في موقف سليم. لو كان الكونستراكشن ايضا هنظل عندنا علامه استفهام
على الاستدامة، خلق فرص العمل الناجحة وعطي معدلات النمو. أعتقد ده يعني في بقى الـIMO إنه ما أصبحش همنا نشوف معدل البطالة، وإنما إحنا عاوزين نشوف هل فرص العمل التي تم خلقها مؤقتة ولا دائمة؟ هل لبعض الوقت ولا لكل الوقت؟ هل للمؤهل اللي أنا بشتغل اللي أنا أحمله ولا لحاجة تانية؟ مؤمنة أم غير مؤمنة؟ يعني أقصد إحنا محتاجين نتأكد إن إحنا ماشيين على المسار الصحيح. الحاجة الأخيرة واللي بتقلقنا كلنا الحقيقة هو إنه لازلنا بنواجه بأرقام، وأنا من الاقتصادية المفروض إن أنا يعني الأرقام لعبتنا، ولكن الحقيقة إنه الأحداث اللي مرينا بيها واللي ما نحبش نمر بيها تاني أبدا كانت إنه في معدلات نمو وفي إصرار إنه الماكرو إيكونوميك سيتويشن إز دوينج ويل، وإنه يا جماعة مش شايفين أرقام البالانس أوف بيمنتس، وكان في لدرجة إنه مش شايفين أطنان القمامة والتي تدل على زيادة الاستهلاك وزيادة مبيعات التكييف والمراوح، كل دي مؤشرات حقيقية، بس الإدراك الشعور العام بالنتائج محتاجين إن إحنا حقيقة نواجهه مش بأرقام، يعني برضه مش المكاسب لا زالت مش واضحة إلا ربما للطبقات الفقيرة اللي حضرتك تقول إنه اديناها وعملنا لها وده واضح، ولكن الطبقة المتوسطة هي ما خدتش حاجة. فالعبء الإصلاحات هو اللي واضح، والمكاسب لما نوصل النهاردة ولا قادرة الحكومة توصل لنا بسلاسة الحكومة نفهمها إنه هو أني قطاع وأني فرص عمل ونمو جاي فين والفلوس هتعمل. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. تعليق مجموعه من الاسئله، هنحاول دلوقتي ان احنا اتزنقنا في الوقت، ففي الاستاذ وبعدين الدكتوره عمرو والدكتوره نهاد، واعتقد ان الامر بيقتل لان احنا وقتنا محدود شويه، ف يا ريت حتى في الاسئله نحاول حتى دلوقتي، ويا ريت التعريف لو سمحت. حسن بدل اسال ايه السياسه الاقتصاديه؟ في البداية أشكر المنصة وأشكر الحضور، والشكر موصول جداً جداً للقوات المسلحة التي ما زالت هذه اللحظة هي العمود الفقري في تحقيق التنمية الاقتصادية على المستوى الدولي. ده أول حاجة. ثانياً السؤال للدكتورة هبة، أين ربط الجذور بالأسعار؟ أين ربط الجذور بالأسعار؟ ده مطلب النقد الشارع المصري. ثاني حاجة، ليه ما نرجعش لمنظومة تكليف جميع الخريجين في الجامعات؟ لأن النهاردة الجامعات بتخرج لا ما يزيد عن 2 مليون طالب كل عام، وكلهم قاعدين على الأهالي والسفر. يعني ليه ما نرجعش تاني لمنظومة التكليف لأي خريج جامعة؟ وشكرا. شكرا. دكتور عبد. باختصار شديد أعتقد إن العرض كان جدا، وبالرغم إن الريسيرش مش جديد زي ما زميلتي الدكتورة شيرين قالت، لكن أنا أعتقد إن هو مهم إن إحنا نقوله في مصر، يعني إحنا بالنسبة لمصر جديد محتاجين نقوله ونكرره، عشان إحنا برضه إلى حد كبير ماشيين في اتجاه شويه مختلف. احنا عندنا ركزنا زياده على المونيتري بوليسي كوسيله للتعامل مع الوضع الاقتصادي. ما عملناش كفايه اصلاح مؤسسي، ما عملناش كفايه في العداله الاجتماعيه، بالتاكيد الباكجز الاجتماعيه موجوده لكن هي لا تكفي، لانه فكر بتاع العداله الاجتماعيه فكر مختلف من البدايه، التوجه مختلف من البدايه. استوقفتني نقطة حضرتك قلتها جيدة، اللي هي the government should balance its budget except for public investment. باقي تقول بس لازم we qualify ونقول ايه نوع ال public investment، ان احنا عندنا public investment محدود، لكن ما هوش رايح في الحتة اللي نفسنا نشوف فيها، يعني محتاجين نستثمر اكتر بكتير في education، محتاجين نستثمر اكتر بكتير في الهيلث، في الصحة، لو احنا عايزين فعلا نحقق اغراض طويلة المدى،
ومحتاجين ان احنا نستثمر في الشباب اللي هم ثروه البلد. بنعاني من زياده السكان بالتاكيد، بس ما احناش مستغلين كفايه اللي هي الجزء الخاص بالشباب، ونتمنى ان يبقى احسن ان شاء الله. المسؤولة أمام الحكومات. شكرا. شكرا.
طيب نبتدي بالبروفيسور فرانشيسكو. Where in the room.
look at cross-country analysis, they are not counted as yeah? What these countries are, we, what these studies find is that whenever you liberalize labor markets and the economy is not working properly, because it's in a recession or because it has some obstacles to potential growth, there are many things. What happens is that you have increase of wages, a redistribution of labor of the same amount of hours among workers. For example, you have an increase of part-time, you have a decrease in our work, you have things like that. But you don't have a real increase of the good employment. So, the conclusion is that these are not something specific, they are all other analysis, so they are cross-country analysis, is that this type of report are more likely to lead to an increase of employment of permanent, stable, long-term employment and not just to small jobs at very low wages if they happen in a good time. And so the suggestion is that when you are in that situation, focus on other reforms which are based for the current market. And of course, all the reforms that cost nothing. Making public administration more efficient sometimes doesn't require money. Sometimes it does. Because, for example, I insist on what you already said before. When you want to fight corruption, you need to fight computers. You need to put online, or you need to connect all the internet administration so they can cross information and find those of the tax. This requires money. It's investment. That will lead to the emergence of evasion and hence in the future more I totally agree with Chair Clemency on the fact that transition to formality is not to make more money. I completely agree with the transition to formality is to the quality of job and to gain access to more people to social security. That's why I say that without I insisted on the fact that the budget spent in France, for example, they cost money to the state. And yet the state uses this money to bring out of the black market a good number of workers. We really have not much time. I would even discuss that over here, but if I can say that the increase of population is a problem. I see Germany saying we need to be very disciplined because we have an increase in population. So it seems that the population increase is a problem, it's very interesting. It's always a problem in population. We can discuss over here. Finally, there was some discussion, some comments on public and private investment. Another very interesting body of literature that is developing in the past couple of years, 3 years, I wrote myself a paper on that, is on the complementarity between public and private investment. So one of the reasons why the growth of private investment is causing problems with the potential of the economy is because what happens when public investment increases is not that private investment takes its place, but it's the contrary. Public investment has been proven and has been shown in many countries. That is work for advanced countries, but I don't know exactly how much that would apply. But certainly for advanced countries, what you have is that such a piece of public investment brings with it also the difficulty of private investment in the minimum. And this is why it is important to give it. There are too many things. I'm just to add one comment,
اشارك في الموضوع حول المال الفورماليتي الفورماليتي او انا شخصيا مؤمن بيها وكنا عملنا شغل عليها وانا باكد معانا الوزيره انه يعني نحن مناطق ماليه لا في ايمان مطلق بان مش الهدف بدليل انه يعني احنا مؤمنين بانه مش مهم ناخد قرار نشوف حل مشكلة التأمينات الاجتماعية والاشتراكات الحياة، ممكن نعمل حاجة بسيطة وممكن ندخل في نظام تكلفته بسيطة، بس نأمن عليه ودي ميزة هتبقى له، ممكن نوفر له تمويل من خفض التكاليف وقت ما يحتاج ليه، ممكن نعمل له الجهاز الجديد يعمل له نظام إنه يخلص أوراقه كلها في مكان واحد، ممكن نخلصه من الرعب بتاع الناس اللي بتتخطط عليه كل يوم علشان تاخد حاجه من تحت الترابيزه بتاع المحليات بتاع الرقابه الصناعيه وبتاع مش عارف ايه نحميه من ده ممكن ناخد كميه اجراءات يعني كل اوراقه تتعمل من خطوه واحده ما يجيش كل شويه عينه بتاع الضرايب ولا بتاع التامينات ولا بتاع التفتيش الصناعي ولا بتاع مش عارف ايه ولا بتاع الصحه اقصد اقول مش هنحل الا بكده بس في ايمان واحنا فعلا علينا مهمه انه لان الجزء ده مهم جدا لو ده فعلا دخلناه جوه الاقتصاد وقال برضه الموضوع بصوت فعلا اللي قاله الدكتور حسام عندنا حاجتين لازم نتعلمهم الصحه والتعليم ولذلك انا بقول لو انا الراجل ده قدمت له مثلا على سبيل المثال تامين شيخوخه وعكس الوفاه وتامين صحي يا سلام ده انا هجيبه وهجيب وهشجع ده وده فانا بقول ان النقطه دي من اخطر ومن اهم يمكن لو اشتغلنا عليها في السنه يعني في الفتره الجايه ونطلع فيها بحاجه وان باكج وان باكج بتقول الكلام ده انا اعتقد ان ده برضه يعني ده اللي هيكون حل من حلول الاقتصاد المصري نظرا لاتساع وقع القطاع غير رسمي للاقتصاد المصري شكرا شكرا دكتور محمد دكتوره هاني واحد في المية أو واحد في المية من عشرة كل سنة ونحن في إن إحنا نستمر في
الاسعار. هناك وسيط تشكيل المجلس القومي للدخول تم ارساله الى السيد رئيس الوزراء، وان ان شاء الله يتنبا ان احنا نعقد اجتماع في اقرب فرصه ان شاء الله، وبحيث ان احنا نقدر نناقش مع القطاع الخاص تاثير الاسعار هناك، بحيث يكون هناك استمرار على الموضوع ومراجعه هذا الكلام ده ونقوم ونشتغل عليه. الجزء الخاص بالاصلاح المؤسسي هناك مجموعه، يعني احنا بنتكلم النهارده الحقيقه يعني الحكومه والحكومه النهارده في مدار فيها اصلاح اقتصادي، والى ان يتم تحديد البيئه التشريعيه والاجرائيه لدخول القطاع الخاص اللي كان في فتره ان انا مش متخيل القطاع الخاص ينزل يستثمر في دوله فيها سعرين ثلاثه سعر اسعار. مفيش حد هيشتغل بهذا الشكل، مفيش حد الاستثمار بيشتغل على الاكسبكتيشنز. فانا النهارده لما بكون متوقع مش عارف انا هشتغل برقم سعر صرف كام وهحاول بكام وهطلع نتيجه كام، اعتقد ان كانت الفتره الاولانيه اللي هي حتى نوفمبر 2016 اعتقد كان في حاله فوز، يعني الاقتصاد كان ثابت، الناس كلها واقفه مستنيه تشوف هيحصل ايه في سعر الصرف. هو ما كانش العامل الوحيد ولكن كان عامل حاسم ما فيش خلاف عليه. فاعتقد ان تحرير سعر الصرف واتخاذ مجموعه من الاجراءات التشريعيه واتخاذ مجموعه من الاجراءات اللي انا بقول برضه القاعده التشريعيه هي قاعده والمباحث كامله، فاتخاذ مجموعه من الاجراءات سواء كانت بالنسبه للتراخيص الصناعيه او مجموعه اخرى من الاجراءات اللي سهلت عمليه الاجراءات بحيث ان احنا نختصر الدوره الاستغلاليه للمستثمرين، يبدا القطاع الخاص ان هو يدخل في المساهمه القطاع الخاص شريك رئيسي. هي المستثمر الاساسي في السوق، ولكن لابد من دخول القطاع الخاص. احنا مستهدفين العام القادم 60% بشكل القطاع الخاص في الناتج، وعشان كده لما زميل ايضا اتكلم عن تكييف الخريجين، انا الحقيقه مش مع تكييف الخريجين، انا النهارده مع احنا كقطاع في اداريه ونظم التخطيط، احنا مع تدريب عملي للخريجين، تدريب عملي داخل الحكومه، تدريب عملي داخل القطاع الخاص، تدريب عملي مع المجتمع المدني، ده اللي احنا بندفع له وبننسق فيه مع وزاره التعليم العالي بحيث تكون منظومه التدريب العملي داخل مؤسسات الدوله وداخل القطاع الخاص منظومه مؤسسيه، ما يبقاش الموضوع بيتوقف على كل خريج او على كل جامعه نشط ازاي في عمليه التدريب العملي، لا يبقى الموضوع مؤسسي، لان انا النهارده محتاجه ان القطاع الخاص يدخل معايا تبقى منظومة التدريب العملي دي منظومة مؤسسية عشان يقدر النهارده الخريج بعد ما يتخرج يبقى النهارده عنده الممارسة العملية، نقدر ان احنا نعمل نوظف الشباب اللي موجود ده يديله خبرة أكتر عملية في مؤسسات الدولة وفي القطاع الخاص. أعتقد إنه كمان هناك جهود احنا بنشتغل فيها سواء كانت وزارة التخطيط أو وزارة التعليم العالي والتعليم والتجارة والصناعة، بحيث ان احنا بنعمل منظومة متكاملة لفكرة العمل الحر من خلال برامج ريادة الأعمال، برامج داخل الجامعات، داخل المدارس، حاضنات أعمال، بحيث ان احنا نقدر ان احنا يبقى عندنا يعني منظومة متكاملة لفكرة العمل الحر، بحيث ان احنا نقدر نخلق جيل فقط لا يبحث في الالتحاق بالعمل الحكومي، ولكن هو يبتدي يخلق وظيفة له وظيفة لزمايله. بشكرك على حضرتك. شكرا معاك يا دكتور حسام. الحقيقه عايز اقول لكم شويه حاجات سياسيه بقى تخدم كلام الاقتصاد. الدكتوره شيرين بتتكلم على 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 اشياء اقتصاديه كانت نتائج او في نهايه الامر الناس مش حاسه بيها، جزء كبير منها جاي من انطباعات سلبيه لدى المجتمع، والانطباع يصبح حقيقة حتى لو لم يكن لها برهان، فينتهي الأمر بنيجاتيف ويف في المجتمع كله، وحتى لو كل حد ده السنة دي خلق 300,000 وظيفة يقول لك يا عم أي كلام ما حصلش. فده نوع مهم جدا للإعلام إحنا مش واخدين بالنا منه في الاقتصاد. ويهمني عشان كده السؤال بتاع الاستاذ عن موضوع التكليف ده
لسه وضيتها في الدكتوره هاني وقلت لها احنا فشلنا ان لسه حد بيقول اكلف الناس في الحكومه. البابليك سيرفنتس في مصر فوق السبعه مليون. ودي بدات يديرها واحد ونص او اثنين بالكتير. ده في اوفر بوبليشن، ده في توظيف زايد. ده مش معناه ان الناس دول ما لهمش حق، هم لهم حق، بس حلهم مش ان انا اعينهم في الحكومه، حلهم ان انا ازود الاستثمار عشان يخلق فرص عمل، وان انا اصلح نظام التعليم عشان يخرج الناس قادرين على متطلبات العمل الجديد، ويكون عندهم القدره على تغيير انفسهم لمتطلبات ديناميكيه في السوق بتتغير كل سنه واثنين وثلاثه، محدش يبقى سجين تخصص بعينه العالم كله الناس بتغير وظائفها من 4-5 سنين. بس المهم عندنا هو ان احنا ما ننساش ان هناك انطباعات، وهذه الانطباعات مهما جبت وثائق يقول لك لا مش حقيقه. الحاجه الثانيه وانا بتكلم تعليقا على كلام عبد الله، الكلام اللي انت بتقوله صح 100%، وعايز اربط الكلام اللي حضرتك قلته بالعمل السياسي والحزبي. ما انت لو المجتمع بيختار توجه سياسي لحزب ما، خلاص انت عارف توجههم ايه وسياسته ايه، مهما جاء وزراء مش هيغيره. الفكره ان احنا حكومتنا مرتبطه بالاشخاص وليست مرتبطه بتوجهات حزبيه. واضح؟ الكل بيتكلم نفس اللغة، والكل بيتكلم على انه مع بعض وهم مختلفين. فالرد على حضرتك هو رد سياسي، لأن هو لو عندك حزب حاكم تقدر تقول ادي انا انتخبت الحزب ده علشان توجهاته الاقتصادية بتقول 1-2-3، الطريق الدكتورة هالة بتقول عليه وصل للهدف، الحزب بتاع الدكتورة هالة بيقول انا وصلك على الطريق الزراعي الاستمرارية، وانا بقول لك انا هوديك للطريق الصحراوي، تقوم حضرتك تختار لي ما تختارهاش. لكن اللي عندنا بعدين تلاقيني انا اختار للدكتورة هالة. لكن اقصد اقول ايه؟ ان المسألة الاقتصادية مرتبطة بالاعلام ومرتبطة بتوجهات سياسية تكون اكثر وضوحا عشان في نهايه الامر ما يبقاش فيه كونفيوجن. الاعلام بيشتم القطاع الخاص ويقول انه كله حراميه، والدوله بتقول احنا عايزين نعتمد على القطاع الخاص، وكان في وقت القطاع الخاص بيمثل 70% من الدخل القومي، دلوقتي بيقول يا ريت يوصل 60%. القطاع الخاص معين 14 مليون واحد، ومع ذلك بيقول عليه ان هو قطاع بايظ وفاسد وحرام. في انطباعات سلبيه في المجتمع، في طاقه سلبيه في المجتمع لازم تتغير، ودي مهمه جزء منها مهمه الحكومه وجزء منها مهمتنا احنا المجتمع المدني، لان في حاجات كويسه جدا بتحصل احنا ما بنعرفهاش او ما بنصدقهاش او مش عايزين نعرفها، وفي حاجات اخطر تستحق النقد، لكن النقد مش مفروض ان هو يقتل الامل، ومش مفروض انه يعمم على كل ما يتم. لازم الواحد يبقى معتدل فيما ينظر اليه من احداث، يرى الجيد ويشوفه جيد، ويرى البوتنشال جيد ويتكلم عليه، ويكون وسيلته في الاصلاح اذا كان شايف في حاجه غلط بدل مجرد الهدف. انا اسف ان انا دخلت في الجانب السياسي النفسي، لكن صدقوني الامم لا ترهن فقط بالمختلفين الاقتصاديين ولا المختلفين في التعليم، هي تنهض بتوجهات ايجابيه بطاقه ايجابيه في المجتمع، علينا ان ننشرها وان نرى افضل ما فينا وان نرى في الناس افضل ما فيهم علشان يقدروا يبقوا افضل في توجهاتهم وفي افعالهم. بهذه الكلمه اشكر الدكتور حسام وزير الدكتورة هالة
الدكتور محمد معيد كريم على الموضوع علينا وبروفيسور فرانشيسكو. Thank you very much for being with us. وانا بشكركم باسم المركز الوطني للتنافسيه وبشكر زملائي اللي قاعدوا بجهودهم المحترم في اعداد هذه الندوه والاي اي او طبعا ووزاره التخطيط. وبعد اذنكم لكم منكم هناخد صوره اجتماعيه عشان نوثق الحدث. شكرا جزيلا. لا شغلت بس لا يلا.